منذ 3 أشهر بدأ ضغط التحضيرات قبل أن نصل إلى يوم الافتتاح. تجربة قاسية في هذا الظرف. كيف حولتها فيرست بروتوكول إلى معرض مكتمل التنظيم؟ مدير الشركة مارون البلعة، تفضل. أهلا وسهلا. قل لي ماذا تحترف، أقول لك من أنت وما هو تاريخك. هكذا هي الحرفة، تدل على الهوية والتاريخ، لأنها تحمل التراث والتقليد وتبقيهما في إطار فني رفيع يدل على علامات الذوق والفنون. في معرض حرفنا 2007 باقة كبيرة من هذه الفنون والحرف اللبنانية التي تنقلنا إلى تاريخنا العريق وتضعنا على باب العصرمة والمكننة، فتحملنا زادا يميزنا ويجعلنا كفاءات بشرية مطلوبة في كافة أنحاء العالم. كيف حافظنا على حرفنا؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان حين نرى هذه المنتوجات اليدوية مسكوبة في قوالب فريدة وجاهزة لنقل تاريخنا إلى العالم. ولا شك في أن المبادرة الفردية هي التي دعمت استمرار هذه الحرف والمهن رغم بعض الخطوات التي يقوم بها القطاع العام من خلال مؤسسة كفالات المختصة بدعم قروض ما يعرف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإذا كانت الدولة غير قادرة في هذه الظروف السياسية الصعبة على بذل المزيد من مبادرات الدعم لهذه الحرف، فإن المجتمع الأهلي والمدني ينشط في هذا المجال ويكاد يسد الفراغ، بدليل أن شركة فيرست بروتوكول تحتضن هذه الفئة من المجتمع عبر فتح مجالات التسويق الداخلي لها حتى في أحلك الأوضاع. حين نتكلم عن الحرف والمهن التاريخية لا بد لنا من التوقف عندما يخص أشقائنا من أبناء الطائفة الأرمنية، وهم أصحاب باع طويل في هذا المجال. ولا شك في أن مواقع الشبه كثيرة بين اللبنانيين والأرمن، وخصوصا لجهة طبيعة الشعب والاتجاه الطوعي نحو الانفتاح والتبادل التجاري بكل أوجهه. ففي لبنان البلد الثاني لهم، حافظ الأرمن على هويتهم الخاصة من دون أن يبقوا منعزلين عن المجتمع بكل خصائصه، فانخرطوا في الحياة السياسية وساهموا في النهضة الاقتصادية والتنموية، حيث عملوا في مختلف المجالات بدءا بالتجارة والحرف، ولا سيما ما يحتاج منها إلى صبر وعناية وتركيز وجهد يدوي، مهن باتت نادرة في عصر التطور الصناعي والسرعة كالصاغة والدباغة والخياطة والنسيج. وتميزوا أيضا بالصدق المزدوج للمهنة أولا، إذ تابعوا تطوير ما حملوا معهم من فنون حرفية، وللمستهلك ثانيا، إذ أحسنوا التعامل ممن عكس إفادة عليهم وعلى زبائنهم والمتعاملين معهم. وإلى الحرف الأرمنية، يتميز حرفنا 2007 بتكريم باقة من الفنانين الرسامين الذين تركوا أناملهم تخط حكايات رسوما وصور. لا يسعنا في هذا الزمن الضاغط سوى الوقوف إجلالا عند فنون نقلت لبنان إلى العالم ببطاقات مرور خاصة. فلنستمر في تشجيع هذه الحرف والمهن، ولنحافظ على أصحابها وهم من أصحاب المبادرات الشجاعة في هذا الزمن الصعب، لأن لا هوية لشعب لا تاريخ ولا ماضي له. ولنواصل توجيه تحيات الشكر والتقدير وبالأخص إلى سيدنا راعي المعرض، والإضافة إلى ذلك إلى رعاة أنشطتنا الحرفية، ونخص بالذكر شركة إيبكو وبنك عودي وبنك بيبلوس وبنك الموارد وفرنسا بنك وجريدة النهار وباقة أخرى من الداعمين إعلاميين وأصدقاء. وشكرا لحضوركم.